اليوم متواجدين في ريدي ستدي جو كرحلة لأطفالنا بنتي غاية من أصحاب الهمم مع مركز دبي لتطوير نمو الطفل تابع لهيئة تنمية المجتمع. كهدف إن شوي نطلع من الروتين، وبدال ما نسوي الجلسات في الغرف العلاجية يينا هني ويكون نحقق هدف دمج عيالنا مع أخوانهم ومع باقي المجتمع ويستفيدون ويستانسون مع بعض. أشكر هيئة تنمية المجتمع بمبادراتهم المستمرة بدمج أشخاص من أصحاب الهمم مع المجتمع، وأشكرهم على جهودهم. شكراً.